السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير على جميع متتبعي قناة حديقتي. هذا الصباح سأبين لكم كيف تستفيد السلحفاة من أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس مفيدة جدا للإنسان وكذلك للحيوان وللسلاحف أيضا. فالسلاحف رغم أنها من ذوات الدم البارد فإنها تحتاج إلى الشمس الصباح، وهي وحدها من تختار الوقت المناسب لها. يعني أن لا يجب أن تأخذها أنت وتضعها في الشمس في أي وقت معين، فهناك أوقات لا تحب أن تكون السلحفاة فيها في الشمس، مثلا أوقات الظهيرة وأوقات التي يشتد فيها الحر بكثرة، بينما تختار وقت الصباح ووقت ما بعد العصر. كما نشاهد سلحفاة نائمة في الشمس، يعني خرجت وتناولت غذاءها وعادت للتشمس، ستستمر على هذا الوضع تقريبا ساعة الآن، يعني الساعة 9 صباحا، قد تستمر على هذا الوضع حتى الساعة 10 صباحا، ثم تعود لمكان فيه الظل لأن الحرارة تكون قد اشتدت أكثر. بينما السلاحف الصغيرة لم تخرج بعد، كون الشمس لم تضرب في هذا الاتجاه بعد، عندما يحسون بالشمس سيقومون بالخروج للتشمس.